السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل حصر، فأنا ممكن أجي هنا من ايجرمنت أو من هنا وأبدأ أختار أدوات القياس حسب بقى ما أنت عايز. ممكن مثلا عايز ترسم قيس خط معين أو مثلا من هنا لهنا، تمام؟ فيبدأ يجيب لي المعلومات هنا، أقول له مثلا طب ومن هنا لهنا مثلا أهوت، ومن هنا لهنا. طيب أنا عايز أعرف الطول قد إيه، فهاجي هنا أفعل من الكولوم، هقول له فعل لي اللينس والاريا والفوليوم، فيبدا يجيبهم لي، وهنا هيجمعهم لي. يعني هنا الاطوال كلها هتلاقيهم متجمعين، جيب لي المجموع بتاعهم هنا. فعندي برضو البول لينس اقدر استخدمه، تمام؟ يعني زي ما انا عايز اهو، مثلا من هنا لهنا لهنا. هو يبدأ يجيب لي الطول بتاعهم قد ايه. ممكن اقول له انا عايز الاريا، تمام؟ فاقول له مثلا انا عايز الاريا من هنا لهنا لهنا لهنا، يبدأ يجيب لي الاريا، تمام؟ ولو عملت اريا كمان يبدأ يجمع لي الاريات مع بعض. تقدر تعمل جروبات بحيث الحاجات المشتركة كلها تبقى مع بعض، سهل انك تعمل سيرش على اي حاجة انت عايزها.